طالبي زهير طالع دائي اللي غيلعبوا على الرانكين. إذا انتباه ونكملوا معكم بعد قليل. فصورة جميلة في الانطلاقة، فتبعوا معنا. صورة رائعة. من سيفوز في هذه المجموعة هذه؟ العداء عداء مفتاح ايوب والعداء يمين داوود، واحد فيهم فاز. غنشوفوا شكون هو اللي فاز. العمل ديال الاستيمر. كنبغي نشكر الاستاذ ديالي استاذ فكري، وكنبغي نشكر استاذه نسرين اللي كانت في بن سليمان كتريني. نسرين دينار. اييه. والحمد لله كنبغي نشكر عائلتي على هذا الشيء، حيت درنا واحد الكرونو زوين كنا كنطمحوا نديروا كشر. الحمد لله. قل ماشي كشر. الروكور هو 83 عند كوسي. ان شاء الله. وكني كداروا ملي كان شاب، بغينا هذا الروكور يتحطم. إيه. بكم انتوما بالعمل ديالكم غيتحطم هذا الرقم. واش ممكن نحطموا هذا الرقم؟ نحطموا هذا الرقم. علاش لا؟ نحطموا هنا قربنا ليه من. ولكن كاين واحد القضيه نقول لك. هاتو قدرتي اليوم لولا المنافسه ديال كراش. كراش مفتاح 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 مفتاح. فكانت واحد التنافس كبير كبير هو اللي خلى السباق يكون رائع. ويخلي يعطي واحد الجماليه. سي مفتاح كي كان السباق؟ الحمد لله بخير. السباق زوين كان في المستوى. معايا الصديق ديالي يمين داوود، كاع الدراري كانوا معنا في السير الحمد لله تبارك الله عليهم. الله يسهل على اي واحد ان شاء الله. ما جاتش هذه المره اخرى ان شاء الله مره اخرى. قول لي واحد الروح اللي شتا فيكم بعد ما وصلتوا تعانقتوا تباوستوا. خويا راه خويا هذه هي الرياضه، هذه هي الاخلاق الرياضيه. وهادشي اللي بغينا يكونوا الابطال ديالنا اخلاق، لان اللي ما مربيش ما عمره يكون بطل. ديما التربيه هي الاولى. دراسة. الحمد لله شدينا الباك ذاك العام في سونتر بنقرير. خديتي بكالوريا العام اللي داز. بكالوريا العام. انت اين سونتر؟ بنقرير. بنقرير. وانت اين سونتر؟ بن سليمان. بن سليمان انتصر على بنقرير هذه المرة هذه. الله العظيم بالعكس. تبارك الله عليكم. انت الدراسة كي دايرة؟ الدراسة الحمد لله. هذا عام بكالوريا شنو؟ العام والو. والو جالس. جالس. لا بغيناك شي حاجة ديرها ما بقاش جالس. لا لا ان شاء الله. تبارك الله عليك اولدي. الله يعاونك. تبارك الله عليك اولدي. الله يعاونكم. إذا انتباه انطلاقة نردوا البال. سلسلة ثانية حتى هي جيدة. خذ داك الكرسي وجلس بين يجي ولدي. تحية لكل متتبعي الكرام من المغرب وخارج المغرب. تحية لإخواني في أسرة ألعاب القوى سيكاديمي. مرحبا بك خالد بن أحمد، تحية لك. عزيز بيلي تحية لك. تحية لكل إخوان، تحية الإخوان. انتباه الصمت، وهذه ثقافة ألعاب القوى. حيت تكون انطلاقة خاص يكون الصمت، وكون جمهور رياضي يفهم لغة ألعاب القوى. لكل رياضة لها لغتها. التنس عنده لغته، البوكس عنده لغته، الاتليتيزم عندها لغتها. الصمت. وانطلاقة خاطئة الممر رقم ستة. خمسة. فانت السعيد هو خرج، والقانون تيقول انطلاقة واحدة خاطئة يقصى العداء. اخواني اخواتي، هذا القانون، رغم انه قانون صعب ولكن قانون الاتحاد الدولي. كيف تشوف ناقش معك هذا القانون؟ لا لا لا، كيف تشوف هذا القانون ديال انطلاقه واحده خاطئه يقصى؟ اش هو، هل هو ايجابي ولا سلبي؟
وقبل كانت فيه جوج المحاولات، كانت كيعطيو فرصه ثانيه، ولكن من بعد شافوا ان فيها مضيع الوقت بزاف، وحتى بعد عدائين تيديروها باش يستريسيو دوك العدائين اللي مزيانين بديك المحاوله الاولى، عاد كيمشيو في الثانيه. رجع الاتحاد الدولي انه يدير يعني فرصه واحده، وكنظن انها منصفه. خاصنا التركيز فهي صعبه، فحيت تكون مثلا منتقى دايم الليغ، وتجيب واحد العداء واحد المغمالي كبير بحال كان جا اصافا بو المغرب، ولا تجيب بولت، الجمهور كله داخل على ود بولت وقعت له شي حاجه، درفو ديبار، انتهى الكلام، ما بقات لا فرجه لا والو. فواحد القانون كاين ديال ورقه خضراء بانه راه كاين مشكل ماتيريال، ولا كان مشكل صداع، ولا مشكل تقني، ولا مشكل هادي، باش يسمحوا ليه مره اخرى يلعب. وهذا في حد ذاته شيء اللي هو تعطي فرصه للعداء، ولكن بطوله العالم لا، العاب اولمبيه لا، انطلاقه خطا، انطلاقه ما فيهاش لا جمهور ولا شيء. متقيات وي كاين القانون. بالنسبه ليوزن بولت كنعقل انه دار فودي با مره واحده، هي الوحيده اللي كان خلفها يوهان بليك باش يربح. اما عداء تركز مزيان. اذا سلسله ثانيه قدماء عداء مراكش مصيبة الأولى. قدماء؟ لا. أصفر أمام الرقم ثلاثة. بوشفرة أيوب. بوشفرة أيوب الفريق. سعير بي بركان. عنده الا كنتي صحيح يلعبوك حتى في السلسله السابعه وغتجيب لا بيرفورمانس اللي عنده ما كاينش مشكل. فانت لعبت في السلسله الثانيه وربحتي، هنيئا لك. الله يحفظك استاذ. كنشكر والدي استاذ الاب ديال المساند ديالي والاستاذ ديالي عبد القادر بن حدو استاذ. كي دايره الدراسه؟ مزيان الحمد لله استاذ. فين قسم كنتي؟ 5 يا ماس. زين سيزيان شحال الزينه معدل؟ استاذ 12 91. 12 خصنا مازال اكثر، وين 15 ان شاء الله استاذ. كيما الرياض شحال لعبتي اليوم؟ ما عرفتش استاذ. ربحتي 14 شي حاجه بحال هكا؟ ايوا حتى معدل خصنا 14 شي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله عليك اولك.